مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخرين في اقتحامات إسرائيلية في بيتونيا غرب رام الله. إسرائيل تفرج عن 30 أسيرا فلسطينيا بينهم عهد التميمي. للمرة الثالثة منذ الحرب بلينكين في إسرائيل، والصين تقدم مقترحات حل وتطالب مجلس الأمن بالاطلاع بدوره. طبتم مشاهدينا وطاب صباحكم بكل الخير أينما كنتم من الرياض. جولة إخبارية جديدة للحدث، حيث أفاد مراسل الحدث عن إصابة 10 أشخاص على الأقل بجروح خطيرة في عملية تفجير وإطلاق نار في مستوطنة راموت في القدس. العملية المزدوجة وفق المعلومات الأولية تمت في موقعين: الأول تفجير عبوة ناسفة، والثاني إطلاق نار. وقد أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على منفذ الهجوم المزدوج. مشاهدينا نتابع هذه الصور المباشرة لهذه العملية في منطقة أو المتداولة للهجوم، هذه الصور قبل قليل للهجوم الذي قام بتنفيذه بحسب الشرطة الإسرائيلية فلسطينيان. والمعلومات الأولية تتحدث عن إصابة 10 أشخاص، وتشير إلى أن الهجوم تم عبر عبوة ناسفة وهو في منطقة القدس. وهذا هو اللافت هذا الصباح، طبعا يأتي ذلك بالتزامن مع تجديد الهدنة في الساعات الأخيرة بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي. ليوم آخر أعلنت من خلاله إسرائيل أنها ستقوم باستلام مجموعة أخرى من الأسرى، وكذلك أعلنت حماس موافقتها. نتابع هذه الصور إذن. إذن مشاهدينا هذه هي الصور الأولية كما تشير، يبدو فيها واضحا سماع طلقات الرصاص، ويبدو أن هذا كان من قبل الشرطة للتعامل مع منفذي هذه العملية والذين أشارت الشرطة إلى أنهم فلسطينيان. كما تبدو في الصورة أيضا مجموعات من المواطنين وهم يقومون بالهرولة في هذا الشارع مع الساعات الأولى من الصباح. الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن إصابة 10 أشخاص. وفي سياق متصل وقبل 20 دقيقة من انتهائها، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين ووفق شروط الاتفاق. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح من جانبه أن إسرائيل تسلمت قائمة جديدة من الأسماء لنساء وأطفال تستجيب للمعايير المتفق عليها. حماس بدورها أعلنت موافقتها على تمديد الهدنة ليوم سابع بعد كانت قد أوعزت كتائب القسام لقواتها البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة تحسبا لتجدد القتال في حالة عدم تمديدها، مشددة على عناصرها بالبقاء على أهبة الجاهزية القتالية. كما كانت حماس في بيان لها قد اتهمت إسرائيل برفض تسليم الدفعة الجديدة المقترحة من المحتجزين من النساء والأطفال مقابل تمديد الهدنة بنفس الشروط السابقة، مشيرة إلى أن المجموعة التي رفضتها إسرائيل تضم 7 من المحتجزين من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة ممن قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة. لكن وبعد الاتفاق على التمديد
ستطلق حماس اليوم 10 محتجزين مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 أسيرا فلسطينيا من سجونها مع استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وكانت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قد أفادت أن مجلس الأمن الحرب الإسرائيلي غير راض عن قائمة المحتجزين التي أرسلتها حماس، ويرون أنها لا تلبي المعايير الإسرائيلية. ونقلت القناة عن مجلس الحرب الإسرائيلي قوله إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي فسيتم استئناف القتال. نعمل هيك، خلي الوجه كله يبين. هذا الوجه الأمر بحاول يصبر ويحط له جنب. أوكي لورا 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 يا أحمد، ورجيهم من أنت السكي القوية طبعا دائما يو أر ها صديقي. يلا سلام. السلطات الإسرائيلية من جانبها كانت قد أعلنت أنها أطلقت سراح 30 أسيرا فلسطينيا في إطار اتفاق الهدنة. كما قال الجيش الإسرائيلي إنه تم تسليم 10 أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة إلى الصليب الأحمر. متحدث باسم الخارجية القطرية قال في السياق إنه أجرى أيضا تسليم مواطنتين روسيتين وأربعة تايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة في غزة إلى الصليب الأحمر. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق أن التأخير في إطلاق سراح الدفعة السادسة من المحتجزين ضمن اتفاق الهدنة مع حماس سببه مشكلة فنية، وأن تنفيذ العملية سيتم. Itai, go happy? Okay. من دير البلح وسط قطاع غزة تنضم إلي الصحفية الزميلة خولة الخالدي. خولة، مرحبا بك. كيف استقبل الناس في اللحظات الأخيرة تجديد الهدنة ليوم آخر؟ نعم، في الحقيقة أن اللحظات الأخيرة كانت اللحظات الأصعب على الشارع الفلسطيني. لم يتخيل أنه قد يتم الإعلان عن تهدئة في هذه أو في هذا التوقيت. الانتظار طال طويلا، كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنه مع ساعات مساء أمس أو بعد تسليم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين كل إلى جانبه، ولكن هذا الأمر لم يتم مع عدد من التأكيدات التي كانت تؤكد أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة حقيقي، ولكن هذا ما لم يعلنه الجانب الإسرائيلي.
حتى اللحظات الأخيرة. مع ساعات صباح هذا اليوم ومع توقعات الشارع الفلسطيني بعودة الغارات الإسرائيلية في عدة مناطق، فوجئنا بإعلان الموافقة على هذه التهدئة. هناك حالة من الارتياح، ولكن أيضا يرافقها حالة من الارتياب نتيجة لعدد من الغارات الإسرائيلية التي شنت من قبل البوارج البحرية على المناطق الغربية للمحافظة الوسطى، تحديدا منطقة دير البلح. هذه المنطقة تعرضت إلى أكثر من 8 غارات من قبل البوارج البحرية الإسرائيلية، كان آخرها منذ دقائق معدودة. هذه الغارات لربما هي خرق واضح لهذه التهدئة ولهذه الاتفاقات، كما اعتدنا في كل أيام التهدئة السابقة. أين استهدفت تحديدا هذه الغارات؟ وهل يعني قصد منها العودة أو ربما مع تعثر الهدنة قبل الإعلان الأخير، أم أنها كانت من قبيل التحذير ربما؟ هي ضمن سياق الخروقات السابقة والتي مارسها الجانب الإسرائيلي خلال أيام التهدئة السابقة، هو يستكمل هذه الحلقة من الخروقات. فعليا هي لا تؤثر على سير هذه التهدئة حال تم اتفاق فعلي وتم الإعلان من قبل الوسطاء القطري والمصري، وبالتالي هي خروقات بدأ يعتبرها الشارع الفلسطيني في سياقها الطبيعي، وليس هناك أي رد من قبل الفصائل الفلسطينية عليها، وفعليا لا تستهدف أي منازل المواطنين. هذه الخروقات هي تسجل فقط على الشاطئ الغربي لمدينة دير البلح وبعض المناطق المحاذية أيضا فضت خان يونس، وبالتالي هي خروقات تسجل فقط باتباعا حسب كمياتها وعددها، ولكنها فعليا لا تحدث أي تأثير على استمرارية هذه التهدئة. يعني على وزنها وعلى غرار أيضا استمرار تحليق المسيرات والطائرات خولة دائما التي ترافق عملية تحرير الأسرى أو تسليم الأسرى للصليب الأحمر. نعم بالتأكيد، هناك دائما ما نلاحظ وجود مسيرات وطائرات إسرائيلية، ومن حين إلى آخر أحيانا في بعض ساعات النهار قد ترافق هذه الطائرات والمسيرات بعض المناطق في محافظات قطاع غزة، ولكنها سرعان ما يتم التراجع وعودتها إلى مرابضها مرة أخرى، وبالتالي هذه الخروقات فعليا تسجل ضد الجانب الإسرائيلي ولكنها لا تؤثر على سير هذه التهدئة على الإطلاق. نعم، ما الذي تبقى للغزاويين ربما من استثمار فرصة يوم جديد من الهدنة برأيك؟ هل جمع حاجياتهم المزيد من انتشال جثث الضحايا من الأنقاض، أم الحصول على بعض الحاجيات تحسبا واحترازا لأيام قادمة قد تكون صعبة بالنسبة إليهم خولة؟ في الحقيقة أن الغزي الآن هو لا ينتظر المساعدات ولا ينتظر أن يقوم بتجهيز نفسه للحرب، هو يقوم بتجهيز نفسه لإعلان صفقة كاملة وإعلان وقف إطلاق نار كامل. فعليا يشعر المواطن الفلسطيني الآن بحالة من الملل وأيضا رفض لعودة الحرب الإسرائيلية بشكل كامل للأراضي الفلسطينية، وهو اعتاد أن يعود إلى حالة الهدوء وأن يكون هناك حالة من الاستقرار. هناك تهيئة في الشارع الفلسطيني لأن يكون هناك عودة للمناطق الشمالية، وبالتالي هذا الخبر الذي يترقبه كل الغزيين في هذه المناطق وتحديدا المحافظات الوسطى والجنوبية، وبذلك هو لا ينتظر فعليا أن يذهب إلى الأسواق أو أن يتزود من أجل الحرب، هو يحاول أن يهيئ نفسه من أجل أن يستقبل خبرا يتعلق بوقف إطلاق نار شامل وكامل. من دير البلح وسط قطاع غزة الزميلة الصحفية خولة الخالدي، شكرا جزيلا لك، وأتجه مباشرة إلى القدس ومدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي. زياد، إليك الكلمة مباشرة لتفصل وتوجز ما جرى في هذه الحادثة، حادثة انفجار العبوة الناسفة كما أشارت الشرطة والتي أدت إلى إصابة 10 في طبعا الإحصائية الأولية. مرحبا زياد، تفضل. أهلا بك. بدون شك ما حدث صباح هذا اليوم الآن تتضح الصورة أكثر. عملية إطلاق نار عند مستوطنة راموت هي على مدخل القدس عمليا، وعملية إطلاق النار أدت إلى مقتل إسرائيلية على الأقل مستوطنة واحدة وإصابة 7 آخرين، من بينهم 3 بإصابات حرجة و4 بإصابات متوسطة. طبعا الشرطة الإسرائيلية التي كانت قريبة من تلك المنطقة لأنها منطقة تشهد الكثير من حركة السير في ساعات الصباح، عمليا أطلقت النار وقامت بقتل المنفذين في تلك المنطقة. إذن بس نتوقف هنا زياد لنصحح، لأن المعلومات الأولية كانت تتحدث عن عبوة انفجرت، الآن تتحدث عن عملية إطلاق نار من قبل منفذين تعاملت معهم الشرطة. صحيح، هذا صحيح. تعاملت معهم الشرطة، قالت الشرطة أنها قتلت منفذين في عملية إطلاق نار جرت في مستوطنة راموت كما قلنا، أدت إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية واحدة على الأقل وإصابة 6 آخرين، من بينهم 2 في حال حرجة و3 في 4 في حال
متوسطة. المنطقة بدأت تعود إلى طبيعتها عمليا، يمكن أن نقول بأن هذه العملية بشكل أو بآخر انتهت من حيث التطورات الأمنية التابعة لها. هذه ليست الأولى من نوعها في القدس المحتلة التي تحصل على علاقة مباشرة بالحرب على قطاع غزة. في قبل أسابيع كان هناك عملية في منطقة الأنفاق، الحاجز العسكري بين بيت لحم والقدس، أيضا منفذان فتحا النار على الحاجز. قبل ذلك كان هناك استهدام عمليتان على الأقل ضد الشرطة الإسرائيلية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة، أيضا جرى إطلاق النار وتبادل إطلاق النار في تلك المنطقة. يعني في أي سياق تقرأ إسرائيل ذلك التطور؟ طبعا هو بعيد عن الهدنة المرتبطة بقطاع غزة، ولكن ألا تقرأه أيضا في الاستفزازات والاقتحامات المتكررة لمخيم جنين ومقتل أطفال وأطباء وتنفيذ عمليات قصف؟ هل هنالك انتباه لذلك؟ بدون شك السياق العام هو في إطار الحرب الحرارية على قطاع غزة. إسرائيل تدرك بأن هذه العمليات ترتبط ارتباطا وثيقا الآن بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سواء العمليات التي يمكن أن تحدث في الضفة الغربية المحتلة أو في القدس أو في أي مكان آخر. عمليا ما كانت تخشى إسرائيل منذ البداية هو ما يسمى تعدد الجبهات الداخلية، وليس فقط الجبهات التي نتحدث عنها، لبنان، اليمن، العراق، سوريا، وإنما أيضا الجبهات الداخلية في الداخل الفلسطيني، إن كان داخل أراضي 48 أو في القدس أو في الضفة الغربية، كلها كانت تخشى أن تكون هناك عمليات واشتباكات في هذه المناطق على صلة مباشرة بالحرب على غزة. نعم، وبالتالي هل متفق التصعيد يعني داخل الكابينت طاقم الحرب زياد، هذا التصعيد الذي يدور في الضفة هل هو متفق عليه أم هو اتجاه لبعض الأصوات المتطرفة مسألة المستوطنين؟ والآن بدأت النتائج تظهر، يعني العنف والعنف المضاد بالتأكيد لن يقف سكان الضفة في أو لن يجلسوا في خانة المتفرجين. هذا صحيح الواضح، وهذا ما تحذر منه الولايات المتحدة إسرائيل. الولايات المتحدة تسمي ما يحدث إرهاب يهودي، هذا لم يسبق أن سمته بهذا الشكل في السنوات الماضية. تقصد بذلك طبعا المتطرفين من بين المستوطنين الذين يقوم بالاعتداءات اليومية على العرب وعلى الممتلكات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي هذا يبدو نتيجة لهذا الموضوع. لكن المجلس الحرب الإسرائيلي يدير أيضا حرب على الضفة الغربية، هو يدعي بأنه يحاول منع حماس من التأثر في الضفة الغربية المحتلة، ولهذا يقوم باغتيال كوادرها أو بالاعتقال. إسرائيل اعتقلت أكثر من 3000 فلسطيني في الضفة الغربية، وهي عمليا تقتل على نحو يومي، تدخل المخيمات وتنفذ اغتيالات في صفوف الناشطين سواء تابعين لحماس أو الجهاد أو حتى لفتح. ردة الفعل هل تكتفي بالتعاطي والتعامل مع منفذي هذه العملية أم ربما نشهد تصعيد وتشديد من قبل الشرطة والسلطات الأمنية في إسرائيل في القدس تحديدا؟ هناك حالة استنفار، ولكن ليس لديها الكثير لتفعله. هذه العملية تمت في منطقة تسيطر عليها هي فقط أمنيا. لا نتوقع يعني حملات اعتقال، ربما هدم بيوت للمنفذين كما جرت العادة. هذا طبعا متوقع، هدم البيوت والاعتقال العائلة والتحقيق مع ناشطين وما إلى ذلك، هذا كله متوقع. لكن ما قصدت أنه لا توجد إجراءات استثنائية بحكم أن هذه العملية تمت في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل أمنيا. نعم، من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، أشكرك على كل هذه المعلومات والإفادات.
وفي السياق، أفاد إعلام فلسطيني أن الزوارق الحربية أطلقت قذائف غربي دير البلح، كما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام عن تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ولم يقدم المركز الفلسطيني للإعلام مزيدا من التفاصيل. ويأتي تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قبل دقائق من إعلان تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس. من خان يونس هذه المرة ينضم إلي مراسل الحدث الزميل محمد عوض. محمد، مرحبا بك. إلى واقع ومجريات الأوضاع بعد تجديد الهدنة، وقبلها نستفسر عن ما قامت به الزوارق البحرية لإسرائيل والتي قامت بالقصف قبل دقائق معدودة من إعلان حماس وكذلك إسرائيل عن الدخول في هدنة جديدة ليوم واحد. ساعة من إعلان تمديد الهدنة الإنسانية في يومها السابع أطلقت زوارق إسرائيلية النار على شواطئ مدينة خان يونس ودير البلح إلى المناطق الغربية، وقصفت أيضا تلك المنطقة ببعض القذائف في محيط منطقة دير البلح، حيث أطلقت القذائف في وسط المياه ولم تخرج هذه القذائف على الشاطئ. أيضا تزامن ذلك مع تحليق، سبق هذا كله عودة لمن عاد إلى منازلهم في فترة الهدوء في المناطق الشرقية لخان يونس تحديدا، لكن مع إعلان تمديد الهدنة الإنسانية عادوا هؤلاء الذين نزحوا ساعات صباح هذا اليوم إلى منازلهم. ونحن نتوقف على دوار بني سهيلة الفاصل بين المنطقة الشرقية والغربية لمدينة خان يونس، ونشاهد العائلات وأيضا المواطنين الذين نزحوا في ساعات الفجر الأولى إلى خان يونس يعودوا مجددا إلى مناطقهم وأيضا منازلهم التي قصفت إلى الشرق من خان يونس تحديدا بلدتي خزاعة وبني سهيلة. التأخير في إعلان تمديد الهدنة الإنسانية أحدث حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين ولدى الشارع الفلسطيني الذي ينتظر الساعات واللحظات دقيقة بدقيقة، لأنه يتابع. يعني ما مواطن ومكامن القلق والخوف بالنسبة للناس في أن لا تستمر الهدنة محمد؟ نعم، هناك تخوفات كبيرة بعدم استمرار الهدنة وعدم تمكن الوسطاء من تثبيتها أو تمديدها على الأقل، لأن هناك بعض المعيقات وبعض أيضا العراقيل في طريق هذه الهدنة. هذه العراقيل متمثلة في تأخير لعملية تسليم المحتجزين والأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وتقول حماس في روايتها بأن هناك خروقات وعملية تحليق مكثفة للطائرات في فوق عملية التسليم. أضف إلى ذلك المؤشرات الواضحة في الميدان وجهوزية الطرفين لخوض قتال جديدة. هذا الأمر جعل المواطنين يخشون من تجدد القتال ويخشون تجدد القصف، لأنهم هم الذين دفعوا الثمن، وأيضا هم كان لهم نصيب الأسد من الغارات، خاصة بعد استهداف منازلهم وكل مكونات الحياة وقطع امدادات الكهرباء والمياه وأيضا الاتصالات طيلة الأيام الماضية. وما زالت بالمناسبة هناك عملية فصل جزء وتشويش على الاتصالات على كافة مناحي قطاع غزة. أما في عملية النزوح خارج المدن، هناك عملية نزوح ملاحظة أو ملحوظة من المواطنين الذين يسكنون في مدينة وشمال
قطاع غزة إلى المناطق الجنوبية، وشاهدنا قبل قليل الحافلات والمركبات تقل وتنقل هؤلاء المواطنين الذين يصلوا عبر ممر صلاح الدين، خاصة أنهم يستغلون ظروف أيام الهدنة الإنسانية خشية من اعتقالهم أو إطلاق النار عليهم من قبل الجيش السري كما كان يحدث طيلة فترة الحرب على قطاع غزة. نعم، يعني من تبقى في غزة شمالا في قطاع غزة الشمالي هل يتلقى المساعدات بذات القدر من المناطق الأخرى بشرق ومدينة غزة وكذلك الجنوب أيضا، أم هنالك فارق كما نسمع الانتقادات المستمرة في هذا السياق محمد؟ ليس بنفس الكمية أو بنفس القدر، لكن شاهدنا الأمم المتحدة تقوم بعملية تجميع لعدد من الشاحنات مساء أمس، وانطلقت هذه الشاحنات وهي مكونة من ما يقارب 50 شاحنة إلى محور صلاح الدين، وهذا المحور المؤدي والذي سمح الجيش الإسرائيلي للأمم المتحدة بإدخال المساعدات ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية، وقاموا بإدخال هذه المساعدات إلى شمال ومدينة غزة لكن بكمية أقل من المناطق الجنوبية، وباقي المساعدات ما يقارب عن 150 شاحنة نتحدث يتم إدخالها إلى المناطق الجنوبية، وتخصص ما يقارب من 40 إلى 50 شاحنة إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة، وهذا الأمر دفع وزارة الصحة إلى مناشدات مستمرة بضرورة فتح ممر إنساني دائم إلى قطاع غزة تحديدا عن المناطق الشمالية، وإعادة تشغيل المشافي التي توقفت لأن هناك عدد كبير من الإصابات والجرحى يحتاجوا إلى عناية صحية وطبية، خاصة مع سيطرة إسرائيل العسكرية على مستشفى الأندونيسي والشفاء والانسحاب من هذين المشفيين، لكن ما زالت المنظومة الطبية خارج العمل الميداني ولا تستطيع تقديم الخدمات الطبية لمن يحتاج إلى تدخل طبي، خاصة ممن أصيب خلال فترة الحرب على قطاع غزة، ونحن في اليوم السابع للهدنة الإنسانية، العيون شاخصة تجاه مصر وقطر حتى تتمكن أو الأخبار حتى ينتظروا الأخبار التي تمكنهم من العودة إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة بعدما منع الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة من العودة إلى منازلهم عبر محور صلاح الدين. نعم، من خان يونس مراسل الحدث الزميل محمد عوض، شكرا على كل هذه المعلومات. إلى الضفة الغربية، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن اقتحام قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية، وسبق ذلك قتل شاب فلسطيني في بيتونيا بعد اقتحام قوات إسرائيلية مخيم عين السلطان في أريحة ومدينة ومخيم طول كرم شمالي غربي الضفة الغربية، وبدأت الاشتباكات في تلك المناطق وغيرها ليشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين. من رام الله ينضم إلي مراسل الحدث الزميل خالد القاسم. خالد، مرحبا بك، صباح الخير إليك، ومزيد من التفاصيل ربما عما يجري في الضفة. فقط خالد، أشير إلى هذه الصور المباشرة للعملية الأخيرة التي قام بتنفيذها بحسب مدير مكتب الحدث في فلسطين، فلسطينيان تم التعاطي معهما بإطلاق النار من قبل الشرطة الإسرائيلية. تحدث أيضا مدير مكتب الحدث في فلسطين عن مصرع إسرائيلية حتى الآن وسبع إصابات متفاوتة ما بين المتوسطة والخفيفة. خالد، بينما نشاهد هذه الصور إليك إن كانت هناك مزيد من المعلومات متوفرة. نعم سعد، فجر هذا اليوم قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص فلسطينيا وأصاب أربع آخرين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق والرصاص المطاطي في محيط سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين، حيث خرجت الآليات العسكرية الإسرائيلية برفقة جرافة إلى محيط سجن عوفر واقتحمت عدة أحياء من بلدة بيتونيا وقامت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد المصورين والحاضرين لمشاهدة حافلات الصليب الأحمر تغادر سجن عوفر، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر. قبل ذلك كان هناك اقتحام
لقوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى مدينة طوباس وإلى مدينة جنين ومخيم جنين ومدينة طول كرم ومخيم طول كرم الذي أفاد شهود عيان وسكان المدينة والمخيم بأن الجيش الإسرائيلي قبل أن ينسحب من مدينة طول كرم خلف خلفه دمارا هائلا في البنية التحتية من تجريف شوارع واستهداف شبكات المياه وشبكات الكهرباء، إضافة إلى ذلك اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم عين السلطان بالقرب من مدينة أريحة وأيضا مدينة قلقيلية، حيث أفاد شهود عيان بدوي انفجارات لعبوات محلية الصنع، إضافة إلى اشتباكات مسلحة تدور هناك دون الإفادة عن وقوع إصابات أو اعتقالات. لكن الجيش الإسرائيلي شن الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين وسط اقتحامات متكررة للعديد من المناطق والتي تخللتها مواجهات واشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. نعم، يعني نحاول أن نفهم هذه الاعتقالات فقط بالعناوين، بالانتماء، المعتقلين منتمين لعدد من الفصائل، أم يعني هل هنالك جرم أو معلومات عن القيام بشيء، أم هي فقط في إطار الاحتراز والوقاية الأمنية كما جرت العادة دائما في إسرائيل ومبنية على الاسم والنشاط وإن كان قبل عشرات السنين؟ خالد سعد الدين، في غالب المعتقلين منذ 7 أكتوبر هم ينتمون أو مؤيدون لحركة حماس، ولكن لا معايير باتت لاعتقال الفلسطينيين. يمكن أن يعتقل الفلسطيني على حاجز لأنه عند تفتيش هاتفه الخلوي يجد الجيش الإسرائيلي صورة للمقاومة أو منشورا يؤيد الأعمال العسكرية أو يؤيد المقاومة أو يؤيد اقتناء السلاح والاشتباكات المسلحة، أي منشور على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي يحرض على إسرائيل أو يشجع العمليات العسكرية أو يؤيد العمليات التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية المسلحة يتم اعتقاله بشكل عام. وهناك اعتقالات عشوائية عندما يقتحم الجيش الإسرائيلي أي مدينة أو أي منطقة، غالبا ما يعتقل الكثير من الفلسطينيين يفرج عن بعضهم بعد تحقيق ميداني أو يتم اعتقالهم للتحقيق في مراكز الشرطة أو معسكرات الجيش الإسرائيلي ليوم أو يومين ويطلق سراحه. ولكن من يدخل السجن 80% منهم يحكمون بأحكام إدارية أو بالاعتقال الإداري، بمعنى لا يقدم لمحاكمة ولا توجه بحقه أي تهم. نعم خالد، نعم، من رام الله مراسل الحدث الزميل خالد القاسم، شكرا على كل هذه المعلومات. تتواصل هذه التغطية ونتابع على الشاشة هذه الصور الحديثة لموقع وكذلك على ما يبدو جثث أو جثتا منفذي العملية والتي أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قامت بالتعامل معهما وإطلاق النار بعد إطلاق النار من قبلهما ومقتل سيدة إسرائيلية بحسب مدير مكتب الحدث وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة بين المتوسطة والخفيفة بحسبه. نتابع ذلك طبعا. هذه العملية تمت في منطقة راموت في القدس في الساعات الأولى من الصباح مع الإعلان المتأخر أو ربما في الدقائق أو الساعة الأخيرة لتجديد الهدنة من قبل حماس وكذلك من قبل إسرائيل ليوم آخر وتسليم من جديد 10 محتجزين أو أسرى أو رهائن من قبل حماس، طبعا مقابل إطلاق أيضا 30 أسيرا فلسطينيا. لم تتضح التفاصيل بعد حول الفئة المستهدفة هذه المرة، ولكن جرت العادة أن تكون من فئة القصر والأطفال وكذلك السيدات، وإن كانت حماس قد أعلنت لإسرائيل أنها لم يعد بحوزتها محتجزون من هذه الفئة، أي فئة النساء والأطفال، لكن ليس هنالك تفاصيل جديدة. ربما الساعات القادمة ستحمل المزيد من التفاصيل حول طبيعة وسن الأشخاص الذين ستقوم حماس بحوزتها
بإطلاق سراحهم في يوم آخر من الهدنة، واليوم الخميس والذي أعلنت فيه في الساعات الأخيرة كل من إسرائيل وحماس على الموافقة بالتمديد ليوم آخر لهذه الهدنة. نتابع على الشاشة هذه الصور، انتشار شرطة الكثيف وبدء الإجراءات مع وضع الحواجز وإغلاق مسرح هذه الحادثة التي أودت بحياة سيدة إسرائيلية كما ذكر مدير مكتب الحدث في فلسطين، وكذلك إصابة 7 آخرين بجروح وصفها بأنها تتفاوت بين المتوسطة والخفيفة. أيضا تم التأكيد على أن الشرطة الإسرائيلية قامت بإطلاق الرصاص على منفذي العملية وأودتهما قتيلين. نشاهد أو شاهدنا قبل قليل جثة منفذي هذه العملية. نعود ونذكر أن العملية في القدس تحديدا في منطقة راموت. وفي السياق، يبدأ اليوم دخول الدفعة الثانية من سيارات الإسعاف السعودية إلى قطاع غزة ليصل الإجمالي إلى 14 سيارة إسعاف. وتصطف السيارات المجهزة بكامل المعدات وأجهزة الإسعاف والمواد الطبية اللازمة أمام بوابة معبر رفح تمهيدا لعبورها للجانب الفلسطيني بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. إلى ذلك، فقد عبرت قوافل من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والوقود عبر معبر رفح من الجانب المصري إلى قطاع غزة. وشملت قوافل الشاحنات مركبات محملة بالإمدادات الطبية والغذائية والإيوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. من معبر رفح الجانب المصري أرحب بمراسل الحدث الزميل تامر نصرت. تامر، مرحبا بك، صباح الخير، يوم جديد إذن من الهدنة، ستتبعه أيضا خارطة من دخول المساعدات. هل عادة تتحدد الكميات وطبيعة المواد التي تلازم التوصل إلى كل هدنة جديدة، وبالتالي كم من الأرقام نتوقع اليوم من دخول الشاحنات؟ صباح الخير يا سعد، ما تقوله صحيح، بالفعل يتم تحديد الكميات ويتم تحديد النوعيات. النوعيات تحدد بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني بين الهلال الأحمر المصري وبين الهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد بالضبط الاحتياجات أو الأولويات لهذه الاحتياجات. الشاحنات تصطف ثم تدخل طبقا مثل هذه الأولويات. بما أنك كنت تذكر سيارات الإسعاف السعودية، فهي بالفعل دخلت، كانت مصطفة هنا منذ ساعة تقريبا أو يزيد، ودخلت الواحدة تلو الأخرى 7 سيارات ليصبح الإجمالي 14 سيارة دخلت بالفعل إلى قطاع غزة. تولى إدخالها أعضاء الهلال الأحمر المصري بعد أن تسلموها من ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. بعدها بقليل، مع الإعلان عن الهدنة أيضا، بعدها جاءت قافلة أو قول من سيارات النقل التي تحمل إمدادات خاصة بالمستشفى الميداني الإماراتي. هذه الدفعة الرابعة، دخلت 17 شاحنة تحمل تلك الإمدادات من معدات تجهيز ومستلزمات طبية وغيرها من المستلزمات التي تقيم أود المستشفى المدني. أيضا دخلت ثلاث شاحنات وقود البيوتين أو غاز الطهي كما يصطلح عليه، الذي يعني دخلت مباشرة إلى قطاع غزة. تقريبا الحمولة الإجمالية ربما تقترب من 65 طن، لأن كل سيارة تقريبا تحمل ب 20 إلى 24 طن. يعني هنا تامر، هل بالنسبة لملاحظاتك، هل تحسن الوضع فيما يلي شاحنات الوقود، أم هو بنفس الانتقائية التي كانت تصاحب دائما دخول هذه الشاحنات من قبل إسرائيل، يعني بشكل محدود وتحديدا إلى الأجزاء الجنوبية وليست إلى شمال قطاع غزة؟ تامر،
لا للأسف يعني أعتقد أن الكميات التي تدخل لا تكفي بطبيعة الحال سكان قطاع غزة، والدخول يكون يعني محسوبا في الأماكن التي سوف يتم فيها التفريغ. حتى الشاحنات التي تنقل مساعدات فإنها يعني السائقون كانوا يشتكون لنا من أن كمية سيارات النقل التي تستلم منهم هذه الشحنات قليلة، سيارات النقل الفلسطينية في هذه الحالة، لأنهم يقومون بتفريغ حمولتهم إلى سيارات نقل فلسطينية، فهذا يشكل نوع من يعني إذا أردت أن تسميه عنق زجاجة لكي تمر مثل هذه المساعدات. لماذا سيارات النقل الفلسطينية قليلة؟ لعدة أسباب، أولها الوقود، قلة وشح الوقود يؤدي إلى طبعا قلة هذه السيارات لأن السيارات تعمل بالوقود. الشيء الثاني هو قلة أعداد السائقين، منهم من يعتني بأسره، منهم ربما من قتل أو أصيب، هذه تكهنات من السائقين الذين تحدثت إليهم، وكذلك أيضا ربما يعني لا يستطيعون القدوم لنقطة التحميل والتفريغ التي يتوقف عندها السائقون المصريون. أضف إلى ذلك أن هناك نوع من التكدس ما زال قائما طبقا لروايات السائقين عند المعبر، معبر العوجة، لأن الدخول من هذه البوابة، هذا معبر كان في الماضي مخصصا للأفراد في الظروف العادية، الدخول إلى هذه البوابة يتبعه العروج نحو معبر العوجة 40 كيلومتر تقريبا، ثم التفتيش، ثم العودة مرة أخرى إلى بوابة رفح الفلسطينية. فهذا يأخذ وقتا طويلا، وهناك مماطلة وإطالة في الجانب الإسرائيلي كذلك. تفضل يا سعد. من معبر رفح مراسل الحدث الزميل تامر نصرت، أشكرك على كل هذه المعلومات والإفادات، وكنا نتابع في الصورة أيضا كما أشار الزميل تامر إلى بداية دخول بعض الشاحنات من المساعدات. في سياق متصل، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل في زيارة للمنطقة، هي الثالثة منذ بداية الحرب في غزة، وتشمل زيارة إسرائيل والضفة الغربية. وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أنه سيعمل خلال زيارته لإسرائيل على استمرار الهدنة وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، كما جدد التشديد على حل الدولتين. ووسط هذه التطورات المتسارعة، رجح تحليل قامت بنشره مجلة فورين أفيرز أن الحرب في غزة قد تعزز ميل الإسرائيليين باتجاه التيار اليميني بشكل أكبر. وبحسب تحليل المجلة، فإن الإسرائيليين ما زالوا يؤيدون اليمين رغم أن جملة من الافتراضات لم تعد حقيقية بالنسبة إليهم، مثل فشل سياسة حصار غزة وتحييد التهديدات من خلال المراقبة ذات التقنية العالية والحواجز العميقة تحت الأرض، وكذلك فشل النظام الدفاع الصاروخي. كما أشار التحليل إلى أن ما حدث في غزة يظهر فشلا ذريعا في فكرة إمكانية تهميش القضية الفلسطينية إلى أجل غير مسمى ومن دون أي كلفة على إسرائيل، وأن الميل نحو اليمين في السياسة الإسرائيلية يعني انتخاب حكومة جديدة يؤيد الناخبون فيها الافتراضات الخاطئة ذاتها التي ساهمت في أحداث الأزمة الحالية. وفي سياق، أصدرت الخارجية الصينية موقفا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مقدمة مقترحات بشأن هذا الصراع. الصين قالت عبر خارجيتها إن على مجلس الأمن الاستجابة لنداء المجتمع الدولي من أجل وقف شامل لإطلاق النار وإرسال إشارة واضحة ضد النزوح القسري للمدنيين والفلسطينيين وتهجيرهم، والدعوة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين والرهائن في أقرب وقت. ودعت الخارجية الصينية مجلس الأمن لتشجيع المجتمع الدولي على زيادة المساعدات الإنسانية ودعم الدور التنسيقي للأمم المتحدة وتعزيز الدعم لإعادة الإعمار بعد الحرب في غزة، إضافة إلى تكثيف وساطته الدبلوماسية. وختمت الخارجية الصينية بضرورة وضع جدول زمني محدد وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين من أجل حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. لقراءة كل هذه المواقف وكذلك زيارة وزير الخارجية الأمريكي الثالثة لإسرائيل وكذلك أيضا إلى الضفة الغربية كما هو معلن، نناقش ذلك مع الكاتب السياسي الأستاذ خليل شاهين. قبل موقف الصين، أبدأ بهذه الزيارة، هل تختلف عن سابقاتها بمعنى أنها هذه المرة تحمل عناوين مختلفة، والرجل وهو على
سلم الطائرة قال إنه سيأتي بغرض بحث تمديد الهدنة لأيام أخرى، ويبدو أن تزامن زيارته نجح في إنقاذ الهدنة الأخيرة قبل ساعات أو ساعة فقط ربما من انتهائها. نعم، ربما تكون الصورة أكثر شمولية من هذا الأمر المتوقف على موضوع الهدن المؤقتة وتبادل الأسرى والمحتجزين، إذ أن فترة الأسبوع الأخير من الهدوء أتاحت على ما يبدو فرصة لإجراء تقييمات ذات أبعاد سياسية وأبعاد عسكرية أيضا. فمن الواضح أن الولايات المتحدة بالمعنى العسكري بدأت تحافظ على مسافة بين موقفها وبين موقف المجلس الحرب والكابينت الإسرائيلي إذا استئناف العملية العسكرية في قطاع غزة، حتى ولو انتهت الهدن الحالية بدون اتفاق على يعني وقف إطلاق نار. ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة بدأت حتى تصدر بعض التصريحات العلنية حول وجود يعني خلافات، وفي نهاية الأمر على ما يبدو مع وصول بلينكين جرى التوصل إلى اتفاق على نقطتين على الأقل. النقطة الأولى هي أن تحصر إسرائيل أي عمليات عسكرية قادمة في مساحات مقلصة، أي هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة ليست راضية على ما يبدو على توسيع العملية العسكرية بشكل شامل إلى مناطق جنوب قطاع غزة. والقضية الأخرى هي ضرورة أن تطلع إسرائيل الولايات المتحدة على أي خطط عسكرية قادمة قبل الشروع بتنفيذها، وبهذا المعنى هناك قيود أمريكية على العمل العسكري القادم في قطاع غزة. فيما يتعلق بالهدنة أعتقد أن الوساطات والمباحثات التي جرت في الدوحة يعني أثمرت عن التوصل إلى يعني استمرار نفس المعايير حتى قبل وصول بلينكين إلى إسرائيل. ولذلك يعني هذه المرحلة سوف تستمر، وربما الانتقال من مرحلة تبادل يعني المحتجزين من المدنيين من النساء ومن الأطفال مقابل الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال والأسيرات إلى مرحلة جديدة، لأن هناك عدد معايير التي يجري تقسيمها، وإن كان من الواضح أن هناك خلاف وخاصة من قبل يعني حركة حماس بشأن التقسيمات للفئات التي يجري الحديث عنها على الأقل في الإعلام الإسرائيلي. يعني العنوان العريض هدنة مستمرة أم واشنطن ستبحث مسألة ربما هدنة طويلة أو حتى وقف دائم لإطلاق النار مقابل طبعا إطلاق الأسرى بهذا التصنيف الجديد الذي ذكرت؟ الهدن القصيرة وتجديدها حتى بهذا المعنى يوم ويوم أو يومين هي تتيح المجال لاستمرار المباحثات الجارية يعني في الدوحة بمشاركة أطراف أخرى وليس فقط الولايات المتحدة. يعني مصر موجودة بقوة يعني أيضا، وكذلك إسرائيل رئيس الموساد يقوم بزيارات على ما يبدو يعني متتالية إلى الدوحة ليكون يعني على اطلاع على عن ومشاركة عن كثب فيما يجري من المباحثات. من الواضح أن هناك محاولة للوصول إلى رزمة من التوافقات بمعنى ما يشبه خارطة الطريق التي بدأت يعني قبل 7 أيام بهذه الهدنة وفق المعايير التي جرى التوافق عليها، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة وبعدها مرحلة جديدة، كلها تتعلق على الأقل بتمديد الهدن مقابل استكمال تبادل أسرى لأكبر عدد ممكن. تبقى القضية الكبرى وهي متعلقة بتبادل يعني الجنود والضباط المحتجزين لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى مع الكتلة الرئيسية الموجودة في سجون الاحتلال، وهي المحكومين وخاصة أصحاب المؤبدات التي تصر حركة حماس والفصائل الأخرى التي تحتجز يعني لديها أسرى إسرائيليين بضرورة إطلاق. هل يبدو لك أن تل أبيب ستوافق على ذلك وبالسهولة التي يمكن أن تطرح، لأن المسألة فيها مسألة الكرامات والعملية الأخيرة تنظر إليها تل أبيب بأنها كانت عملية كسر يعني كسر إرادة؟ حتى اللحظة لا تستطيع إسرائيل أن توقف إطلاق النار. ثم إجماع في إسرائيل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية. الحرب في قطاع غزة سوف تتواصل. الخلاف ليس هنا في إسرائيل، الخلاف بين المستويات السياسية والعسكرية وكذلك في أوساط الرأي العام الإسرائيلي هو على عمق العملية العسكرية وطابعها، وليس على إذا ما كانت ستستأنف أو لا. لذلك أعتقد أن إسرائيل لن تقف في منتصف الطريق، لأن هذا يعتبر هزيمة مدوية لحكومة نتنياهو. وثمة رغبة لدى نتنياهو
وربما أطراف أخرى في داخل الائتلاف إلى إطالة أمد هذه الأزمة واستمرار العمليات العسكرية لفترة قادمة، لأنه معروف أن يعني وقف إطلاق النار وهدوء أصوات المدافع سوف تؤدي إلى إثارة المزيد من الجدل الداخلي في إسرائيل والضغط على نتنياهو وعلى آخرين يعني من القادة العسكريين والسياسيين لتقديم استقالاتهم حتى قبل أن تبدأ لجنة التحقيق التي يمكن أن تشكل يعني عملها. وسمعنا يوم أمس تصريح رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الذي قال طواعية بأنه سوف يعني يترك منصبه عندما حالا عندما تنتهي هذه الحرب. نعم، فقط أشير إلى نقلا عن مراسل الحدث لهذا الخبر العاجل عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأخير في القدس إلى 2. الأولى كانت سيدة كما أشار مدير مكتب الحدث في فلسطين. أستاذ خليل، دخول الصين كدولة وازنة ومن الخمس الكبار وربما قفزها إلى الحديث عن تصورات المستقبل، إلى أي مدى يمكن أن يكون إيجابي مع التحركات العربية طبعا التي ربما أدت إلى خروج هذا الموقف من قبل الصين بعد اللقاء اللجنة العربية الإسلامية في الصين وطلب الصين للجلسة جلسة مجلس الأمن أمس؟ يعني ربما تكون مواقف الصين وإلى حد بعيد أيضا روسيا هي الأكثر وضوحا وانسجاما مع المواقف العربية التي تصر على ضرورة وجود تصور متكامل لكيفية معالجة كل يعني الأسباب التي أدت إلى ما شهدناه من أحداث في 7 أكتوبر وما تلاها أيضا من حرب إبادة تشنها إسرائيل، أي معالجة الأسباب السياسية. هذا الأمر يعتبر مهم برأيي، وخاصة أن الصين تدعم يعني حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتين، وهي تقول ضرورة يعني تطبيق حل الدولتين. نحن نشهد بعض التحولات أيضا في مواقف أطراف أوروبية يعني مثل إسبانيا وبلجيكا وإضافة إلى إيرلندا وغيرها التي بدأت تتحدث ليس عن العودة إلى مسار يعني سياسي من التفاوض على حل الدولتين، بل ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة ومقاربة أخرى وهي تنفيذ حل الدولتين، أي يعني وجود إرادة دولية ربما مؤتمر دولي يفرض الحل وليس يعني إعادة التفاوض على الحل. وخاصة أن المعايير المتعلقة يعني بما يعرف باسم حل الدولتين باتت معروفة يعني وأسسها معروفة ومقررة من قبل الأمم يعني المتحدة. من شأن كل ذلك أن يشكل عامل ضغط على الولايات المتحدة التي أعادت الحديث من جديد على بما في ذلك على لسان الرئيس الأمريكي بايدن عن ضرورة التوصل إلى حل الدولتين باعتباره هو الحل لكل المشاكل. يعني خطوات التدرج التي أعلنتها المجموعة العربية الإسلامية كيف تنظر إليها؟ مسألة الاعتراف بفلسطين كدولة، قبول عضويتها في مجلس الأمن، ومن ثم هل يمكن أن تضغط بالفعل على إسرائيل لقبول الحلول المفترضة؟ هذا موضوع مهم، ولكن نحن يعني الأعين كلها على ما الذي سيحدث بعد ساعة وليس ما يعني بعد أشهر أو العام القادم أو بعد الانتخابات يعني الأمريكية. إذ أن الولايات المتحدة لا أعتقد أنها جاهزة لإطلاق عملية سياسية في العام الأخير من الانتخابات الأمريكية، ربما تطلق يعني عمليات سياسية يعني تشكل غطاء أو تهدئة للحلول دون يعني تدهور الأوضاع أكثر فأكثر، وخاصة أن الوضع في الضفة الغربية يزداد احتقانا وهو قابل للانفجار بشكل يعني أوسع مما نشهده حاليا. لذلك المطلوب أولا هو وقف إطلاق نار وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، معالجة التبعات والتداعيات الكارثية في قطاع غزة، وإعادة قطاع غزة لا يحتاج إلى إعادة إعمار ويحتاج إلى إعادة بناء عمليا. إسرائيل قامت مربعات سكنية وبالكامل ومدن تقريبا مثل بيت حنون يعني التي دمرت أكثر من 80% يعني منها بالكامل. هناك أوضاع كارثية في قطاع غزة ترافق أيضا مع بعض الحديث الآن عن تنشيط الحياة الاقتصادية في قطاع غزة والعودة بالتدريج إلى الحياة الطبيعية، بما يعني ذلك من عدم الاكتفاء بالمساعدات الإنسانية بل فتح معابر ومن ضمنها معبر أبو سالم من أجل يعني إعطاء القطاع الخاص في قطاع غزة دوره في عملية استيراد البضائع وبالتالي إعادة فتح المحال والسوبر ماركتات وغير ذلك في قطاع غزة، مما ينعش الحياة الاقتصادية بالتدريج وخاصة الأوضاع شديدة. يعني أختم معك فقط، بقاء حماس من غيره حسم وأنه شأن داخلي وشأن مستقبلي أم سيظل نقطة عالقة عند إسرائيل؟
يعني برأيي أن هذا الأمر لم يحسم عند إسرائيل. يعني بعض الأصوات في إسرائيل بدأت تتحدث عن ضرورة التركيز على القضاء على قدرات حماس العسكرية وليس القضاء على حركة حماس، وخاصة أن يعني الأمر بات مفضوحا. يعني إسرائيل تتحدث عن القضاء مع القضاء على حماس ولكنها تفاوضها في كل يوم وفي كل ساعة من أجل تمديد الهدنة وإطلاق سراح يعني الراهن. المشكلة ليست برأيي هنا، المشكلة نعم أستاذ خليل واضح يعني بتقديم تصور لا يزال حتى نعم حتى الآن وصلت الفكرة تماما. من رام الله الكاتب السياسي الأستاذ خليل شاهين، شكرا على كل هذه القراءات. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها وزوروا موقعها الإلكتروني الحدث.net. التغطية متواصلة من الحدث في الرياض، بعد قليل تلتقيكم زميلة هاني الجهني، إلى اللقاء.